فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت في الميكروفون؟ بعد مكبرات الصوت لا يسمى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت. لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت.